ده مثال للحي الني لما يكون الخير تحت رجليك وانت مش واخد بالك منه خالص، فلازم تبص للي حواليك. واحد جاي اداله فلوس، قال له ممكن ادور في رمل عندك، قال له اتفضل. فعمال الراجل عمال ينقش في رمل، الله طلع فلوس، الله الله، عمال برضه ينقش في رمله طلع فلوس، الله 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 الله، ايه الحكايه الراجل يعني هيتجنن؟ طب ازاي ده، انا كنت لسه قاعد وكل ده تحتية وانا مش واخد بالي. فجي برضه الراجل اللي بينقش ينقش ينقش برضه في رمله، الله برضه طلع فلوس، ايه الحكايه؟ الراجل التاني طبعا هيتجنن، عمال ياكل شيبسي ومش فاهم حاجه خالص. شكلك فاهم يا نص، الله الله الله، الراجل خلاص بج هيبج من دماغه، كل ده كان تحت رجلي وانا مش واخد بالي منه. يلا قال ايه، عوض على الله، يلا خلاص مش مهم. جه التاني قال له ممكن يا عمو ادور برضه في رمله، دور في رمله. قال له بقى لا مش طبيعي بقى، مش معقول هيلاقي فلوس، الله برضه لقى فلوس، لا بعدك على بص عجل، سيبوني حالي سيبوني في حق، انا كده مش فاهم. التالت برضه جه برضه عمال ينقش في رمله، عايز يعرف ايه، قال له والله ما انت خد، بص اقول لك، خد انت كيس الشيبسي ده وخد الفلوس، اعتبر ان انت لقيتها، خد يا عم وسيبني انا اللي ادور، يمكن الاقي مبلغ اكتر. الراجل قال الف حمد وشكر ليك يا رب، دور بقى تفتكروا هيلاقي حاجه. انا اقول اكيد لا، انا عارف حظي عامل ازاي، هو راجل بيقول كده، انا عارف حظي عامل ازاي، والله لو جبت 3 امتار جمله مش هتلاقي حاجه برضه، اه دور يا حاج للصبح مش هيلاقي حاجه.